اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني العزام بين الحرمين الشريفين، وندعو لكم بالصحة والعافية وقضاء حوائجكم إن شاء الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل من يوم 20/0. نعم إخوان، ومثل ما جاي تشوفون الأعداد الهائلة من الزائرين، الله يحفظهم ويرجعهم سالمين إن شاء الله. السلام عليك يا مولاي يا قمر بني هاشم أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن أم البنين. السلام عليك يا فوزينا الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار. الله يرحم موتانا وأمواتكم، أصدقائنا أقاربنا أهل ولايتنا جميعا، من أوصانا بدعاء وقلدنا الدعاء والزيارة الله يتقبل أعمالكم. وأنا طبعا قوة جاي أمشي من كثر الازدحام، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار أبي عبد الله الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. نعم إخواني الأعزاء، إن شاء الله ما ننساكم من الدعاء والزيارة وقضاء حوائجكم. اللهم شافي كل مريض، لا سيما الأخ ابن حسين علي شاب ما راقيك على ما موجود بالصحة، الله يمن عليه بالصحة والعافية إن شاء الله. نعم إخواني الأعزاء، كما جاي تشوفون قوة جاي نتحرك بكثرة الازدحام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زيارة ما مسبوقة حقيقة، الأعداد الهائلة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام من كل العالم. نعم إخواني الأعزاء، احنا من أمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وندعو لكم بالصحة والعافية وقضاء حوائجكم إن شاء الله. إن شاء الله ما ننساكم من الدعاء والزيارة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى القبول. نعم إخواني الأعزاء، هذه الحشود المليونية حسب التقديرات أكثر من 30 مليون ما شاء الله، وإن شاء الله بتزايد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يحفظكم أخوتي الأعزاء ويوفقكم إن شاء الله، ما ناسيكم من الدعاء والزيارة، وأنتم أجسادكم بعيدة لكن بأرواحكم إن شاء الله من بين الحرمين، والدعوات مستجابة، أبواب الله أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى. نحن إخواني الأعزاء، قبل شوية طبعا ما نقدر ندخل جوا من كثرة الازدحام، لكن الحمد لله يعني اطلبنا من الأخوة الأعزاء من أهل المواكب ودخلنا برفقتهم، والحمد لله على كل حال زرنا وندعيناكم إن شاء الله بالخير والصحة والعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعود عليكم بالخير والصحة والعافية. والشكر موصول للأخوة الأعزاء أصحاب المواكب، جزاهم الله خير الجزاء، يعني حقيقة الناس الطيبين المضحين المجاهدين أصحاب الدعم، يعني لولاهم الزائر شلون كان يمشي. لكن سألنا بعض الأخوة الأعزاء من أصحاب المواكب، قال إحنا هم إذا ماكو زوار يعني إحنا هم ما موجودين، يعني شيء مكمل شيء يا سبحان الله. أصحاب المواكب على مدار 20 يوم يخدمون و15 يوم يخدمون،
واموالهم وارواحهم بتعبهم وبنسائهم واطفالهم، ولاحظت كثير من المواقف يعني بكائهم يعلو، لان هي خاصه الزياره. هنيئا لهم هذه الخدمه المباركه. نعم اخواني الاعزاء، مثل ما جاي يشوفون الحشود المليونيه لزياره ابي الشهداء ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام، ابن رسول الله، سيد شباب اهل الجنه المظلوم، ابن المظلومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل من الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويقضي حوائجكم إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على قمر بني هاشم أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخو زينب الله يرحم أستاذ وهاب، الأخ العزيز أبو علي يرحم أبو باكر، يرحم أمواتنا وأمواتكم إن شاء الله. اللهم شافي كل مريض، خصوصا الاخ العزيز حسين علو وحيدر جليل وكل مريض ان شاء الله، ممن اوصونا او لم يوصونا. نزور بالنيابه عن شيعة امير المؤمنين جميعا، عن محبي اهل البيت جميعا ان شاء الله. كل من لم يستطع ان ياتي الى هذه الزياره المباركه. نعم اخواني الاعزاء، ان شاء الله مستمرين دقيقه او دقيقتين بالبث المباشر، لان حقيقه ما اقدر امشي من كثر الازدحام. من اهالي البصره هذه الزياره المباركه، زياره الامام الحسين عليه السلام، غفران الذنوب. اخواني الاعزاء، واحنا ان شاء الله مستمرين بالبث المباشر من المواكب الحسينيه، جزاهم الله خير الجزاء. يعني قدر الامكان اذا اكو مكان نقدر نصور به، احنا الفرصه ان شاء الله يكون عندنا بث مباشر من باب طويريج، من موكبنا، موكب شهاب الحسن ابن الكاظم عليه السلام، في ناحيه جسام لف الاعزاء عبد الله الحاج حسن ومحمد ابراهيم ومن الخدام جميعا ان شاء الله. نعم اخوان نكتب هذا القدر ونستودعكم الله ان شاء الله، يكون عندنا بث مباشر جديد ان شاء الله. نعم اخواني الاعزاء، ان شاء الله تقلتون الدعاء والزياره، وانا ان شاء الله يكون عدل حسن ظنكم، ان شاء الله ندعو لكم بالخير والصحه والعافيه، ونسال من الله سبحانه وتعالى بحق الامام الحسين وفي قمر العشيره ان يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم ان شاء الله. في امان الله.